خلينا نروح لارض الملعب ومراسلتنا العزيزه هنا بالقاسم ولقاء مع باتريك احد نجوم اللقاء وافضل مسجل النهارده في النادي الاهلي. اتفضلي يا هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني طبعا يمكن رجال الأهلي لكرة السلة تعرضوا لهزيمة النهاردة، لكن لسه طبعا يعني إن شاء الله محتاجين مباراة واحدة فقط حتى الصعود للتصفيات اللي هتكون مقامة في رواندا. ومعي بقى في هذه اللحظات لاعب النادي الأهلي باتريك جاردنر عشان بقى حدثه عن أموره متعلقة بالمباراة وكمان التصفيات. First of all, welcome to الأهلي. Maybe you've lost today, but at the end you're going well and you're doing great in the qualifications. So I want you to talk more about the qualifications and the past matches and today's match. So about qualifications, I think it's been an incredible journey for me and the Egyptian team, and I'm also blessed to be here. And I'm pretty honored to play for Ahly, so I'm just trying to do everything I can to try to win as many games for Egypt and Ahly too. يعني طبعا انا كنت بقول له يكلمني على الاجواء في البطوله، يمكن تعرضنا لهزيمه النهارده لكن هم لسه طبعا فرصتهم في الصعود كبيره جدا، يحتاجوا لماتش واحد فقط. هو قال لي ان هو سعيد ودي شرف كبير ان هو يلعب للنادي الاهلي وان هو كمان بيعمل اقصى حاجه يقدر يعملها عشان يفوز في النادي الاهلي ويعمل افضل حاجه ممكنه لمصر. اوكي يو لوست توداي سو اي وونت تو نو وات يو جوينج تو دو تو ذا نيكست ماتش اند وات يو جوينج تو امبروف. سو اي ثينك coming into next game, I think we have to have a better approach just individually and collectively as a team, just emotionally. I think as long as we just play together, I think we'll be fine. You know, sometimes you lose games like close games like this, but it's good to lose them now, unfortunately, and bounce back in the playoffs. No one wants to lose, but as long as we'll bounce back in practice and in the next game. يعني طبعا انا كنت بقول لهم هم تعرضوا لهزيمه النهارده، فايه اللي هيحسنوه للمباراه القادمه؟ هو قال لي ان هم هيشتغلوا اكتر على الجانب المنتل او الجانب العقلي وكمان الجانب النفسي، يمكن هم محتاجين يركزوا اكتر على التيم ورك او اداء الفريق ككل. وبيقول ان هي اكيد بتحدث في كل المباريات وان هم ان شاء الله هيعودوا اقوى وهيحسموا في المباراه القادمه ان شاء الله. Thank you so much and hoping you won. You win next game and qualifying to Rwanda. Okay, nice to meet you. Thank you. يعني طبعا ده كان لقائي مع باتريك جاردنر لاعب النادي الاهلي، والان عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.